كل واحد من دول ماشي وشايل همه، والهم انواع. الهم انواع، اللي همه رغيف العيش، واللي همه مصاريف اخر الشهر، واللي همه فلوس المواصلات، واللي همه مصاريف مدرسه. كل واحد فيهم ماشي وشايل همه، واحنا معاهم. بس اخطر هم فيهم، اكتر هم فيهم موجع ومؤلم، هو هم انك تشيل هم علاج ولادك، مرض طفلك. احنا النهارده موجودين في مستشفى ابو ريش المنير، اللي هو طوق النجاه لاكثر من مليون طفل مصري. مليون طفل مصري من كل محافظات مصر بيجوا هنا، بيجوا ابو ريش المنير علشان يتعالجوا بالمجان. حتى صار الامر مثلا ابنك تعبان، ابنك عاوز يعمل عملية، ابنك عاوز يزرع كلى، عاوز يغسل كلى، ابنك عاوز سرير في عنايه مركزة، بيتقال له خد واطلع بسرعة على أبو الريش المنيرة، خد واطلع بسرعة على مستشفى أبو الريش. إيه اللي بيحصل في مستشفى أبو الريش؟ مستشفى أبو الريش هي مستشفى جامعي حكومي. خيالاتنا عنها بتقول إن المفروض إن هي واحدة من خرابات الحكومة والإهمال الحكومي اللي إحنا عارفينه. بنسمع كتير عن وجع، يقول لك الحق يا جدع، روح بسرعه ادفع 100 جنيه في مستشفى ابو ريش الحكومي علشان في ولد مش لاقي سرير، او ولد مش لاقي، او طفل مش لاقي علاج. لكن احنا جايين النهارده علشان ننقل الحقيقه وبس، ان مستشفى ابو ريش هي جزء من روح البلد دي، روح مصر، بس روحها اللي بتعافر باقل الامكانيات، بشطاره مهمه جدا في العنصر البشري، بإخلاص مهم جدا عن الناس اللي بتدير هذه المستشفى علشان يعالجوا أطفال مصر بالمجان، يعالجوا أطفال مصر من غير ولا مليم. صحيح التأمين الصحي بيشيل 10%، لكن هيعمل إيه؟ 10% من 1000 جنيه علاج يعني 100 جنيه. ال 900 بتيجي منين؟ الدولة بتدي أبو الريش 8 مليون. المصاريف الحقيقية اللي محتاجاها مستشفى أبو الريش أكتر من 37 مليون. هيجوا منين؟ هيجوا من عند حضرتك أنت ومن عند أنا. ليه؟ لأن بقول لك اللي شايل همه ده محتاج حد يسنده، لأنه في يوم من الأيام أنت ممكن تبقى مكاني، والضنا غالي، مفيش أغلى من الضنا. مستشفى أبو الريش واحدة من الأماكن اللي موجودة في مصر اللي محتاجة دعم حضراتكم. يمكن علشان هي مستشفى حكومة، يمكن علشان ما عندهاش الفلوس الكافية تعمل إعلانات، ويمكن عشان ما عندهاش الفلوس الكافية تعمل مبادرات لدم فلوس، مش واخدة حقها. لكنها فعلا وحقيقة بالأرقام بتعالج كام، مين، ازاي، مستشفى أبو الريش هي الأولى بالرعاية والدعم. الحلقة النهاردة كان ممكن نمشيها في السكة اللي انتوا عاوزينها، السكة اللي انتوا بتحبوها، ندخل نقعد مع كام طفل من الأطفال أو حد من الأهالي ونتشحتف معاهم في العياط علشان نرقق قلبك، علشان تطلع من جيبك وتدعم مستشفى أبو الريش. هتقول لي صدعتونا بقى تبرعات، كل شويه تبرع، هقول لك وقف مكانك واثبت، واعرف ان كل دول العالم بما فيها الولايات المتحده الامريكيه هي دوله قائمه على التبرعات. جامعات كبيره جدا ومراكز ابحاث كبيره جدا ومستشفيات كبيره جدا في الولايات المتحده الامريكيه قايمه على التبرعات. تبرعك هو جزء من انقاذ حياه بني ادم. بس انا مش هنولك اللي في بالك، مش هجيب واحد يعيط ولا طفل يعيط فيصعب عليك فتتحرك من بيتك كانك رايح تنقذه، لا، احنا هنلعبها بالعكس، هنقول لك ان المستشفى دي فيها امكانيات وفيها عنصر بشري بيشتغل بشكل محترف ومحترم وبيعالج مليون طفل في السنه. فبالتالي واجب عليك انت انك تدعمه، لانك في يوم من الايام انت ممكن تبقى مكانه، تبقى شايل ابنك وطفلك على كتفك ومش عارف تروح بفين، فيقول لك روح بيه ابو الريش، فتيجي ما تلاقيش مكان. احنا مش عاوزين حد يجي ابو الريش ما يلاقيش مكان. علشان كده قصر الكلام بيتبنى هذه المبادرة وهذه الحلقة خصيصا لدعم مستشفى ابو الريش، وتحديدا مستشفى ابو الريش المنيرة، علشان ما بقاش في طفل من اطفالنا مش لاقي سرير، ولا طفل من اطفالنا عاوز يعمل غسيل كلوي ويجي يقول له انا اسف الجهاز عطلان او ناقص فلتر ب 200 جنيه. لا،
أسر الكلام هيتبنى هذه المبادرة بكل رجال أعمال، بالمواطن العادي، بمدارس مصر، علشان اللي يجي هنا يخرج سليم معافى، ما يرجعش بيتهم علشان مش لاقي فلتر ب 200 جنيه. روح مصر المعافرة اللي بتعافر بأقل إمكانيات هنا في أبو الريش مع أسر كلام. احنا جايين نعمل دورنا في مستشفى أبو الريش، ومستنيين حضراتكم تعملوا دوركم. هنتكلم كتير النهارده عن مستشفى أبو الريش واللي بشوف فيها روح مصر المعافرة. بتكلم على أشهر مستشفى للأطفال في مصر، بتخدم الأطفال مجانا، يعني بتخدم ولاد الغلابة والفقراء وولادنا كمان مجانا. انتوا بتسمعوا قصص كتير جدا عن أبو الريش، بتسمعوا قصص من هنا لحد ما نوصل لمرحلة انه الحقوا ده، في ناس مش لاقية جنيه واتنين جنيه في أبو الريش فبيموتوا ومش عارفين نعالجهم. هل ده حقيقي؟ الحقيقة ما بين الاتنين، الحقيقة ما بين انه أبو الريش فيها ناس جدعان جدا وناس شطار جدا، بيشتغلوا امكانيات قليله جدا لكنهم محتاجين دعم ومسانده، لكنهم ما بيسمحوش ابدا انه في حاله تخرج من عندهم او ما يكملش علاجها علشان 50 و100 جنيه زي ما بعض الناس بتروج هذا الكلام. لكن الحقيقه الوحيده الواضحه في مساله أبو الريش، احنا عندنا مستشفى جامعي وحكومي منظمه نظيفه بتقدم خدمه مميزه مجانا، ولكنها تحتاج الى الدعم ولا تجد فرصة ان هي تسوق لنفسها. فأسر الكلام بياخد هذه المبادرة ويشوف ان ده جزء من وظيفة الاعلام، انه هيوري حضراتكم الناس تعبت قد ايه ومستنيين منكم دعم قد ايه. وخلينا نعرف بقى قصة أبو الريش كم واحد بيدخلها، امكانياتها ايه، بتعالج كم طفل مجانا ومش مجانا، محتاجة ايه من الدكتورة رشا عمار مديرة مستشفى أبو الريش المنيرة. نورنا يا دكتور. برضو واحدة من الحاجات لازم اقول للناس فيها، كل الناس هنا ستات، كل مراكز القضايا هنا ستات، اغلبهم في سيطره نسائيه هنا، ومعدل اعمار حاجه تفرح الحقيقه. الله يخليك. ميرسي جدا، يعني شرفتونا. عاوزين نقول للناس مستشفى أبو الريش المنيره او أبو الريش عموما بتخدم كم طفل في مصر، وايه فلسفتها في التعامل المجاني معاها؟ والله هي مستشفى أبو الريش المنيرة هي واحدة من ثلاث مستشفيات يتبعوا قسم طب الأطفال، وطبعا في قسم كبير لجراحة الأطفال عندنا. المستشفى دي بالتحديد اللي هي مستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش المنيرة فيها 287 سرير، فيها تقريبا 23 سرير رعاية، فيها عيادات عامة 10 عيادات، وفي تقريبا 7 أو 8 عيادات تخصصية أطفال وجراحة، وفيها طبعا قسم الحضانات المبتسرين ده ما بين 30 ل 55 أقصى قدرة تشغيل، يعني 55 حضانة. بيخدم بقى كم طفل في السنة أو بيدخل هنا في اليوم كم واحد مثلا؟ يعني هقول لحضرتك متوسط سنوي مثلا العيادات الاطفال العامه دي بتشتغل كل يوم عدا يوم الجمعه من الساعه تقريبا 9 الصبح لحد الساعه 12 الصبح، دي بتشوف تقريبا 100,000 عيان سنويا. 100,000 طفل سنويا بيدخلوا سنويا في العيادات العامه. في العيادات العامه دول بيدخلوا كشف مجاني وبياخدوا دواء مجاني، بيدفعوا تذكره رمزيه جدا وبياخدوا علاج اللي موجود في المتوفر من الصيدليات اللي بتاعه المستشفى مجانيه، ما بيدفعوش فيها حاجه جوه المستشفى. في حضرتك عيادات تخصصية عندنا سبق وزرتوها برضو، من أبرزهم يعني عيادة أمراض الكلى وعيادة الغدد والسكر وعيادة أمراض الدم وعيادات الجراحة طبعا العامة والمخ والأعصاب، بيبقى في برضو عمليات بتتعمل هنا وجراحة أنف وأذن، ده يعني حاجة، وطبعا عيادة النزلات، كل دي عيادات تخصصية بتشوف ما لا يقل عن 90,000 مريض سنويا برضو العيادات التخصصيه. تمام، وبنفس التكلفه وبنفس العلاج برضو. في بقى عندنا ثلاث اقسام اطفال عام داخلي، دول 95 سرير، دول تقريبا التيرن اوفر على السراير بيأكوموديت تقريبا 50,000 مريض سنويا. في الطوارئ وفي الطوارئ والاستقبال، دول تقريبا برضو سنويا الطوارئ والاستقبال 100,000 طفل سنويا بيترددوا على الاستقبال والطوارئ. عندنا برضو يعني في خدمات كتيره جدا، وحده الغسيل الكلوي طبعا، وحده الغسيل الكلوي ووحده زراعه الكلى ووحده زراعه المخاع، يعني في حاجات كتيره جدا متخصصه جدا عندنا هنا في المستشفى. بنتكلم على
المستشفى ابو ريش وكانها طوق نجاة الفقراء في مصر بالنسبه للاطفال. يعني الى حد ما طبعا احنا كتير من المستشفيات الجامعيه احنا يعني بنحاول ان احنا نقدم خدمه متميزه، اساتذه واستشاريين متميزين وملتزمين، والامكانيات يعني بنحاول ان احنا نحسن فيها. لا هي بقت علامه بالنسبه للمصريين، ابنك تعبان خد وجري على ابو ريش، دي حاجه نفخر بيها. ابو ريش بتاخد 8 مليون جنيه من الدوله، محتاجه 37 مليون جنيه. تقريبا يعني اللي بناخده تقريبا بيقضي 30% من الاحتياجات الفعليه، والباقي يعني بيبقى بنسبه كبيره جدا من التبرعات. طيب المستشفى اللي بتقولها مليون طفل سنويا، ليه حظها قليل في مساله التبرعات؟ والله احنا اهل الخير كتير جدا، يعني في ناس بتيجي من نفسها وقدام جدا بيعملوا لنا سبونسرنج بصوره افراد او صوره مؤسستين. احنا بنعمل مع مؤسستين مهمين جدا عندنا هنا في المستشفى، اللي هي جمعيه اصدقاء مستشفيات ابو الريش، وعندنا طبعا جمعيه وفاء لمصر اللي هي التابعه للبنك العربي الافريقي، برضو يعني قاموا وتفضلوا انهم عملوا لنا سبورت كتير جدا، نوادي الانر ويل والروتري. لا يعني في كل مؤسسات المجتمع المدني بتساعدنا، بس احنا عايزين اكتر. يعني طبعا ينفع اكتر اذا كان كل مؤسسات المجتمع المدني بتساعد، خلينا نقول انه هنبقى اول مؤسسه اعلاميه بتساعد. ده حقيقي اننا احنا اول مؤسسه اعلاميه بتساعد، احنا عاوزين نعرف ايه اللي ناقص، يعني ايه المستشفى مش محتاجاه. يعني احنا طبعا في يعني المستشفى في اجزاء منها طبعا مستهلكات واجهزه، ودي بنحاول ان احنا نعملها كل فتره، بنحاول نشوف ايه الاجهزه اللي ناقصانا او الحاجات اللي عطلت، وعايزين طبعا مستهلكات والادويه والحاجات دي برضو. في الانفراستراكشر عايزين كذا وحده، عايزين نعمل لها احلال وتجديد علشان نحسن الخدمه للاطفال. وحدة أمراض الدم عايزين نعمل لها إحلال وتجديد، عندنا وحدة الأشعة عايزين نعمل لها إحلال وتجديد، عايزين نعمل إحلال وتجديد بالنسبة للصرف الصحي، إحنا كنا عملنا إحلال وتجديد لثلثين مشروع الصرف الصحي في المستشفى. باين الفرق ما بين الحاجات اللي اتصرف عليها قوي إزاي نضيفة ومنظمة، والحاجات التانية اللي لسه محتاجة تبرعات حضراتكم. الإنفراستراكشر يعني طبعا كل حاجة محتاجة صيانة، إحنا المستشفى قديم والاستهلاك عالي جدا، فإحنا في اجزاء قدرنا ان احنا نعمل لها يعني برضه سبونسرز، يعني اتعمل لها جزء من الاصلاح، في جزء متبقي. طيب احنا هنبدا رحلتنا دلوقتي بعد ما خلصنا كلامنا مع الدكتوره رشا في المستشفى، مش علشان حاجه، احنا كان ممكن بمنتهى البساطه بامانه شديده جدا نجيب ناس واطفال صغيرين ويعيطوا واهالي تعيط، لكن لا انا مش عاوز العمليه هنا تبقى كده، انا عاوز تبقى مختلف خالص. انا عاوز اوريكم ان في مجموعه من الشباب المصريين والستات المصريين الجدعات ورجاله اللي موجودين في قلب مستشفى ابو ريش، ومشغلينها بنظام وبسيستم، وبيشتغلوا باقل الامكانيات علشان تعرفوا ان هم يستحقوا دعمكم. انا اللي بالايه خالص، انتوا اللي محتاجينهم مش هم اللي محتاجينهم، مش هم اللي محتاجينكم، انتوا اللي محتاجين الناس اللي في ابو ريش تدعموهم، علشان خاطر في يوم من الايام لا قدر الله لو ابنك تعب يبقى له مكان هنا، مش هم اللي محتاجينكم علشان ياخدوا فلوس او تبرعات. الايه لازم تكون معكوسه، انتوا اللي محتاجين مستشفى ابو ريش. وقبل ما ندخل مستشفى ابو ريش واوريكم الدنيا عامله ازاي هنا، خليني اقول لكم شعار هذه الحلقه، ان اللي يعوز مستشفى ابو ريش يحرم على الجامع. موجود في مستشفى حكومي او جامعي ويحس انه في نفس حلو، النفس الحلو ده دليل على ان في ناس بتعافر بامكانيات قليله عشان تعمل حاجات كويسه. احنا لسه في مستشفى ابو الريش الجامعي، وتحديدا في وحده الغسيل الكلوي للاطفال اللي واخد شهاده الايزو يعني الجوده. معانا الدكتوره رشا عصام نائب مدير الوحده، تشرح لنا ازاي وصلوا لدرجه شهاده الايزو، وكم واحد بيتعالج هنا، وايه الامكانيات اللي احنا محتاجينها في هذه الوحده. احنا بالنسبه لشهاده الايزو احنا من بدانا من 2001، وكان دكتور رمزي البارودزي الفيجن بتاعته ان احنا نبقى وحده ليها كواليتي معينه، بنقدم خدمه على جوده معينه.
وعلشان احنا ناكد ان احنا دايما نستمر نقدم الخدمه دي بالجوده دي، قررنا ان احنا ناخد شهاده الايزو. شهاده الايزو بيبقى ليها متطلبات كثيره، منها ان احنا نلتزم دايما بتسجيل، وان احنا نلتزم بالجوده، وان احنا نلتزم بحاجات بتحددنا دايما ان احنا دايما نبقى في اطار اللي هو افضل حاجه ممكنه. وكل سنه بنجدد الشهادات دي، يعني ماشيين على خطى الدكتور رمزي. طول ما انتم ملتزمين بالمعايير انت معاك الشهاده. بالظبط كده، كل سنه مفيش مره حصل ان احنا ما جددناش الشهاده الحمد لله، لحد ان احنا يوم الخميس الجاي كده. واحنا عندنا اصلا ازمه في الجوده في مصر، فكون ان انت قادر تلتزم طول الوقت في فكره الجوده، تحس ان كلمه الجوده دي شبح مرعب بالنسبه للناس. بالظبط. كم واحد بيتعالج في وقت وثيق يعني، وكم طفل موجود؟ احنا سنويا بنستقبل حوالي 1000 طفل. ما بين خدمات غسيل دموي حاد ومزمن، وخدمات غسيل بريتوني، وخدمات عينات كلى وسونار، وعيانين زرع الكلى. عندنا حاليا 65 طفل بيغسلوا كلى. اللي هو ده المريض المزمن. ده المزمن اللي هو بيغسل 3 مرات في الاسبوع. احنا هدفنا الاصلي ان كل طفل قاعد على سرير من السراير دول ما يقعدش كتير، ان هو يزرع ويتحول لطفل بقى عادي يروح المدرسه ويلعب طب الاطفال دول بياخدوا العلاج ده مجانا. تكلفة الطفل الواحد اللي هو بيتعالج من بقاله 9 سنين ده، الجلسة الواحدة بتبقى كام؟ احنا الجلسة الواحدة بتتكلف حوالي 330 جنيه، ده على حسابات القديمة طبعا قبل ما سعر الدولار يغلى. يعني دلوقتي كل يوم الجلسة بتتحسب بطريقة مختلفة. التأمين بيدفع لنا 120 جنيه منه، الباقي بيبقى تبرعات وإعانات ما تبقى من فلوس المستشفى. لكن التسعين يعني بنتكلم 60% قايم على التبرعات، يعني الطفل ده اللي بيجي ياخد الجلسه 3 مرات في الاسبوع بيبقى 60% لازم تبرعات. لازم تبرعات. ودي حاجه نركز عليها يا جماعه، بس عشان هنتكلم في ده بعدين. ايه بقى اللي انت محتاجه؟ يعني ايه اللي الوحده دي محتاجاها عشان تبقى افضل واقفه على رجليها بالشكل ده وتاخد شهاده الجوده؟ هو احنا طول عمرنا عايزين نغسل الطفل باحسن طريقه ممكنه، يعني حضرتك هتلاقي في وحدات ثانيه ما فيش المكنه الحديثه دي، المكنه 5008 اس دي احدث مكنه موجوده في العيله. فاحنا علشان نشغل المكنه دي محتاجين محطه ميه على مستوى عالي جدا، محتاجين مستلزمات على مستوى عالي جدا. مش موجوده محطه الميه؟ لا موجودة، موجودة الحمد لله. عندنا محطة مية، أحدث محطة مية موجودة لسه مجددينها من سنتين، بس فلوس التشغيل بتاع محطة المية، فلوس التشغيل بتاع المكنة دي، فلاتر ووصلات وفلاتر محطة مية ومحاليل وعلاجات، كل الحاجات دي بنحتاجها من يعني غالبا لازم تبرعات. لازم تبرعات. الفلتر بقى اللي احنا محتاجينه عشان ياخد جلسة ده تكلفته كام؟ على حسب الفلتر، يعني الطفل الصغير قوي غير الطفل الكبير شويه. احنا في فلاتر بتتكلف يعني في المتوسط حاجه 60 جنيه 68 جنيه، لكن في فلاتر بتوصل ل 300 جنيه. يعني لو مدارس مصر كلها عملوا حمله علشان يتبرعوا في فلاتر هنا، ممكن يكفي المدرسه او يكفي الوحده دي سنتين قدام. يا ريت. يعني هي الفكره كلها كده. فخلينا ناخد احنا كمان معاكم المبادره دي ونكبرها، احنا هنروح نزور مدارس مصر ونشوف المدارس نقدر نطلع منها بايه. لو كل مدرسة طلعت 15 فلتر اعتقد ان احنا قدام حجم كبير جدا ومهول. ايه تاني ناقص الوحدة؟ ادوية، لان احنا في ادوية بتيجي عن طريق مناقصة الاصبعيني، لكن في ادوية ما بتجيش، وفي ادوية بتبقى يعني مش كافية. بنحتاج ادوية، والادوية غالية قوي بتاعت الكلى وبتاعت زرع الكلى كمان اغلى. بنحتاج مستلزمات زي ما قلت لحضرتك، فلاتر، يعني بنحتاج حاجات كتير قوي، كل يوم بيطرق حاجات جديده. طب وحده زرع الكلى بقى عملت كام عمليه الفتره الاخيره؟ بالنسبه للزرع احنا قريب احتلفنا لنا بزرع 100 طفل. 100 طفل على مدار كام سنه؟ على مدار حوالي 5 سنين. طب والعمليه دي بتتكلف قد ايه؟ بتتكلف كتير، بتتكلف يعني كام مثلا؟ حوالي 30-40 ألف جنيه. 30-40 ألف جنيه مع وجود المتبرع طبعا. طبعا. ده برضو المستشفى بتحمله مجانا؟ بيتحمل منه التأمين جزء قليل قوي، وبرضه الباقي بيتحمله المتبرعين الصراحه. تمام، انا اشكر جدا دكتوره هشام. زي ما قلت لحضراتكم الموضوع واضح، ادي قائمه بالمستلزمات اللي احنا هنبقى محتاجينها علشان هنشتغل على الموضوع ده كتير جدا في اسر الكلام. وغالبا غالبا ان شاء الله هنبدا من الاسبوع ده نتبنى حمله المدارس زي ما ولادنا قبل كده، كل واحد جمع جنيه و2 جنيه. اعتقد انه مش هيبقى صعب جدا نعمل هذا التبرع علشان يعملوه لاخواتهم الموجودين هنا.
كتير برضو في البلد دي، انك تقدر طول الوقت بتستخدم القوى الناعمه بتاعتك، انك تدخل مستشفى او ريش واحنا داخلين متخيلين ان احنا في يعني المستشفى احتياجاتها كتير، لا او ريش هي اللي بتقدر تدي لناس كتير اللي مصر عاوزاه، سواء بعلاج اطفال او ان احنا نلاقي افارقه من غينيا وغانا وكينيا بيتدربوا هنا في مصر. واعتقد انه سر القوى الناعمه لمصر طول الوقت في افريقيا انك انت كنت اللي بتدرب، كنت اللي بتدعم، كنت اللي بتستثمر. فواحده من الحاجات الحلوه موجوده في بريش ان في هنا متدربات من افريقيا على التمريض او الطب عموما، وخصوصا في وحده الغسيل الكلوي. هناخد نموذجين بقى، نموذج مصري لشاب مصري هو مشرف التمريض في هذه الوحده، استاذ عبد الحميد اهلا وسهلا بيك، وواحده من اللي موجودين هنا بمنحه تدريبيه في مستشفى بريش وهي من كينيا. مس ان ويلكم. ايه بقى القسم بتاع وحده الغسيل الكلوي في بريش بيشتغل ازاي وناقصه ايه؟ هو احنا عندنا هنا عدد اطفال حوالي 65 طفل بيغسلوا غسيل دموي مزمن، تمام؟ ده غير في غسيل الدموي الحاد، فاحنا عندنا 65 طفل، 65 طفل دول بيجي يغسلوا عندنا هنا ثلاث مرات في الاسبوع. في ناس منهم بقالهم 9 سنين. لا في اكتر كمان، في 15 سنه. في ناس بقالها هنا فتره طويله. ال 65 طفل دول بيجي يغسلوا هنا ثلاث مرات في الاسبوع. كل جلسة بتاخد 4 ساعات، عندنا هنا عدد 16 مكنة. الأطفال الموجودين عندنا هنا طبعا يعني احنا بنبدأ نغسل من سن قليل جدا، من 7 و8 شهور. احنا عندنا من الحاجات اللي فيها نقص جدا الفلاتر بالنسبة للأطفال الصغيرين دول، الفلاتر اللي هي في فلاتر اسمها بيديا، دي بتبقى أصغر يعني فلاتر صغيرة جدا للأطفال اللي هم عندهم حوالي 7 و8 شهور، دي احنا فعلا دلوقتي مش لاقيينها خالص. نعم كل عصبية. الفلتر ده تكلفته كام؟ يعني هو الفلتر تقريبا ممكن يكون عامل في حدود 250 جنيه تقريبا. طيب يا جماعه يعني انت بتتكلم في 250 جنيه، لو واحد لو كل واحد فينا في الشهر جاب فلتر واحد وجه سابه هنا على باب مستشفى ابو ريش، اعتقد ان مش هتبقى دي ازمه او مشكله. يعني ان نشوف كل الفرحه دي في عيون الولاد دول ونشوف كل الاهتمام ده، ما ينفعش يجي يبوظ علشان حد مكسل فينا انه يسند اخوه وهي دي الصندوق، وكمان ما ينفعش يبقى شكلنا كده قدام الناس اللي جايين يتدربوا عندنا من بره. لان زي ما قلت لك الوحده دي دلوقتي بالنسبه لي واحده من اسلحه مصر او قوتها ان نعمل السيطره على افريقيا. مس ان موجوده هنا من معاكم من امتى؟ مس ان تقريبا بقى لها كده داخله في شهر او 21 يوم بالظبط، جت عندنا هنا مصر، بدات تخلص الاوراق بتاعتنا، بدات التريننج هنا عندنا بالفعل. هم ما عندهمش الغسيل الدموي هناك، فهم بداوا ياخدوا الاكسبيرينس بتاعت هنا، بداوا ياخدوا الخبرات كمان بتاعت الشغل على المكن بالذات نوع الفريزينيوس اللي عندنا. واحنا عندنا هنا نوعين من المكن او موديلين من المكن، في المكن الجديد والمكن يعني الاقدم منه سنه، هو ده ممكن يكون متداول الاقدم سنه ده، بس الجديد ده لسه مش منتشر قوي، فهم اكتسبوا خبرته يعني. ما كانوش فتره التدريب بتاعتها قد ايه؟ هي تقريبا تقعد 3 شهور. 3 شهور؟ مثلا ار يو هابي ذير وذ يور لاين وذ يور ترين؟ هو يس I've been able to see many things that, and also get the opportunity to be able to and experience the nephrology nursing, being able to handle the machines and also being able to take care of the children as they come in and as they go. There's a lot I've learned which I would not have maybe learned. كنت بتتكلم على انه هي خدت خبره كثيره جدا في الفتره القليله دي في التعامل مع الماكينات، وقالت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي انا، ان هي خدت برضو اتعلمت كمان التعامل مع الاطفال المرضى، ودي حاجه من الحاجات اللي احنا عاوزينها. فكره ان انا اسمعها كده ان هي تقول ان هي مبسوطه وتروح على كينيا تقول ان هي مبسوطه وتقول ان هي اتعلمت في مصر وخدت خبراتها في مصر، اعتقد ان انا مش محتاج اي حاجه ثانيه عشان ارجع لافريقيا. انا بشكركم جدا. ثانك يو مس ان، وبشكرك جدا عبد الحميد، وبشكرك جدا على اللي انا شايفه النهارده، وفكره الولاد كمان يبقوا مبسوطين. وخلي بالكم محمد ده عشان اهلاوي زينا. فعلا. مكملين لسه رحلتنا في وحده غسيل الكلوي. قدام نموذج فريد شويه، الاثنين دول اصحاب، اصحاب جدا في وحده الغسيل بتاعت ابو ريش، وحده غسيل الكلوي في ابو ريش. رحاب خلصت وبعدين هي قعدت مكانها، وقبل ما ندخل
قبل ما ندخل بشويه كانت رحاب هي اللي على السرير، وبعدين ايه كانت قاعده مكانها والاثنين اصحاب، والمفاجاه ان هم اصحاب من هنا لانهم بيجوا يغسلوا 3 مرات في الاسبوع، كانت صاحبه من هنا. ازيك يا رحاب؟ الحمد لله. ازيك يا ايه؟ انت ايه صح؟ اسمها خلاص اسمها ما يا جماعه. انت بتيجي هنا كم مره؟ 3 مرات. 3 مرات؟ بقالك قد ايه بتيجي المستشفى يا باشا؟ 9 سنين. تبقى مبسوطه في المستشفى؟ ناس كويسين؟ ما حدش بيضايقك خالص؟ مين بيجي معاك لما تيجي تغسلي؟ بابا ماما. ماما؟ ماما؟ بتبقى متضايقه وانت جايين ولا بتبقى مبسوطه؟ احتاجت حاجه في المستشفى هنا ما لقيتهاش خالص؟ ما حدش بيضايقك خالص خالص؟ في سنه كام بقى؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي فين؟ مدرسه ايه؟ مدرسه في امبابه. في امبابه؟ وشاطره بقى ولا ايه؟ وعامله تاتو ذهب وحاجات. تاتو ذهب وحاجات ودفرتين سعاد حسني بقى وخاتم وبتاع. عايز تطلعي لما تكبري بقى دكتوره. دكتوره؟ ليه؟ كده. اشمعنى؟ كده. يمكن عشان هتبقي كويسه مع الاطفال لما يدخلوا المستشفى؟ بتعملي لهم ايه؟ اعالجهم. محمد هو الاهلاوي المبتسم في الحدوته، تيشيرت الاهلي موجود اهو، وهو بيحب حسام غالي. اول ما دخلنا هنا جبنا زميلنا شوقي البروديوسر لانه زملكاوي، وهو اداله في اللي فيها يعني، قال له انتوا يعني بتسخروا من الاهلي لما يخسر، بس احنا طول الوقت هنكسبكم. صح؟ صح. انت اهلاوي قد ايه؟ جدا. جدا؟ بتحب مين؟ بحب حسام غالي. بتحب حسام غالي؟ انت عارف انك شبه حسام غالي؟ عادي. ايه؟ عادي. عادي ازاي يعني؟ دي حاجه حلوه على فكره. ما انا عادي. تلعب كوره على طول؟ لا يوم الجمعه فقط. يوم الجمعه بس؟ بتجيلي جوان ولا لا؟ اه بجي ساعات. طب والتيشيرت بتاع الاهلي ده مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه اسمك ولا حسام غالي؟ لا مش حسام غالي. مكتوب عليه اسمك؟ ايفونا. مكتوب ايفونا؟ انت بس انا بحب حسام غالي. هو مكتوب ايفونا وانت بتحب حسام غالي. انت زعلت بقى لما ايفونا ساب الاهلي ومشي؟ ما رجله اتكسرت. رجله اتكسرت؟ طب فاكر لما جاب جون في الزمالك؟ لا مش فاكر. مش فاكر الجون بتاع ايفونا في الزمالك؟ لا خالص؟ خالص. طب وانت بتجيب جوان زي ايفونا ولا زي حسام غالي؟ لا حسام غالي. بس حسام غالي بينط على يعني على الكوره وبيطير وكده، بس انا مش بقول على كده ولا كده. انت مقاتل يعني زي حسام غالي كده. اه. انت في سنه كام يا محمد؟ انا في ثانيه. في ثانيه؟ بتيجي هنا بقى المستشفى كل قد ايه؟ كل 3 ايام. كل 3 ايام بتعمل غسيل يعني؟ حد ثلاث وخميس. مين بيجي معاك؟ هو ماما؟ ماما. ماما بتيجي معاك؟ بس. بتيجي من اشمون؟ من نوفيه لحد هنا ساعتين. بتيجي في ساعتين؟ بتبات هنا ولا بتروح؟ لا بروح. عشان مدرسه وكده؟ ايوه. وبتاخد يوم الاجازه بقى المدرسه صح؟ اه. وانت في ثانيه صح؟ ايوه انا في ثانيه. وشاطر بقى؟ الحمد لله. تلعب كوره وتبقى في الاهلي ولا تبقى في الزمالك؟ لا في الاهلي. في الزمالك. إيه؟ في الاهلي. في الاهلي ولا في الزمالك؟ لا في الاهلي. ده ما نجيب شوقي؟ لا. نجيبه؟ لا. انت مش طايقه اصلا؟ ما انت مش طايقه؟ مش طايقه وحشين؟ لا ضمت عليه. وحشين هم الزملكاويه دول. مش عاوز حسام غالي يجي لك هنا مره؟ ايه رايك نجيبه لك مره هنا؟ ماشي. ماشي؟ يبقى احنا يا جماعه لازم نرتب مع حسام غالي ويجي لمحمد وهو في المستشفى هنا في ابو ريش. وعد. احنا هنبذل كل جهدنا نجيب لك حسام غالي. انت ايه؟ انت لا ادينا بقى شويه بقى، ممكن يبقى الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده ما يكونش عنده ماتش. ماشي. اتفقنا؟ ماشي. ده ممكن تقول له انك عاوز تشوفه. مين؟ حسام غالي. يعني نفسي اشوف حسام غالي بس. نفسي اشوف حسام غالي بس. يا اما هنشوفه يا اما نخليه يكلمك، اتفقنا؟ لا اشوف. تشوفه مش عاوز مكالمه حتى؟ لا. او نروح نحضر تدريب مثلا؟ ممكن. نروح نحضر تدريب؟ ممكن. طب هنرتبها مع بعض ونيجي يوم ما انت يكون عندك هنا غسيل بعد ما تخلص هنيجي ناخدك ونروح لحسام غالي التدريب، اتفقنا؟ يعني هو بيتدرب يعني؟ لا بيتدرب في الجزيرة. ماشي. النادي الاهلي. ماشي. ربنا يشفيك يا عم. اه. انا تمام. بننجح كل يوم لكن بيفرحنا ان انت جوه القلب ساكن في افرحنا وانت
وسعت الجنوب. لسه مكملين رحلتنا عن روح مصر اللي بتعافر من جوه مستشفى ابو ريش. بتعافر يعني بتحاول بأقل الامكانيات تعمل اعظم الحاجات زي ما بنقول. مستشفى ابو ريش مش محتاج تاني اقرر على حضراتكم ان احنا عندنا جهد كبير جدا 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 بامكانيات قليله علشان يخدموا اكتر من 1,000,000 طفل سنويا. فكل اللي جايين نعمله النهارده جايين نسند ونقول نظره على جهد محترم. معانا دكتوره ماجده بدوي رئيس قس اقسام الاطفال في مستشفى ابو ريش. اهلا وسهلا. احنا الحقيقه في قسم الاطفال كلية طب جامعة القاهرة المسؤول عن مستشفيات أبو الريش المشهورة جدا جدا على مستوى جمهورية مصر العربية. هي مستشفيات أبو الريش هي مجموعة من المستشفيات عبارة عن 4 مستشفيات متكاملة، أهمهم وأشهرهم هو مستشفى أبو الريش المنيرة اللي حضراتكم معنا فيها هنا، ودي هي المستشفى الأولى والمستشفى الأم، ودي اللي كانت تقريبا بدأ العمل فيها من سنة 1930. كانت أحد القصور القديمة وتم تحويلها إلى مستشفى للأطفال في أوائل القرن اللي فات. وبعدين في زلزال سنة 92 أكتوبر 92 1992 الزلزال اللي كان زلزال شديد حصل له تصدعات شديدة فتم هدمها وإعادة بنائها بصورة المستشفى اللي هي موجودة دلوقتي حاليا. المستشفى دي بالإضافة إلى مستشفى أبو ريش الياباني اللي هي يعني نعدي الشارع ومركز الطب الوقائي ومستشفى الأطفال الموجودة في داخل القصر العيني مع قسم النساء والولادة. يعني مستشفى أبو ريش هو الأربع حاجات. الأربع حاجات. أبو ريش المنيرة. أبو ريش الياباني، الطب الوقائي، الأطفال اللي موجود جوه القصر العيني. والحقيقة أبو ريش تتميز بأنها تتلقى الأطفال مجانا من كل أنحاء الجمهورية. فيها 20 تخصص داخل الأطفال، تخصصات داخل الأطفال. الحمد لله وبفضل من الله بنقدر إن احنا نشخص معظم أمراض الأطفال المستعصية على مستوى الجمهورية. بيتم استقبال جميع الأطفال مجانا على مدى 7 أيام 24 ساعة. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا بنخدم حوالي 1,000,000 طفل سنويا. 1,000,000 طفل سنويا. خدمة مجانية بالكامل. ايه اللي المستشفى محتاجاه يا دكتورة؟ ايه اللي ناقصه؟ شوف حضرتك احنا يعني بنعاني زي اي مكان في الدولة بانه احنا عندنا المان باور، عندنا الاطباء في نقص في التمريض. المستهلكات والمستلزمات الدولة بتحاول تمدنا على قد ما تقدر، ولكن الحقيقة عندنا نقص شديد جدا. فاحنا عايزين الافراد، منظمات المجتمع المدني، الهيئات، البنوك، كلها تساعد على ان يستمر تقديم الخدمه المجانيه دي، لان زي ما بنقول هو ده الملاذ بتاع الطفل الغلبان. صحيح. اللي ما يلاقيش مكان تاني يحتويه ويعالجه ويساعده الا عشان اوصف الوضع صح. احنا احيانا بنلاقي حد جاي يقول لنا ده بيخرجوا الاطفال من ابو ريش عشان 50 جنيه مش لاقيين مش عارفين او 100 جنيه، هل الوضع واصل لهذه المرحله فعلا؟ والله شوف حضرتك احنا طبعا الحاجات اللي هي على السوشيال ميديا والاماكن التواصل الاجتماعي زي ما لها الجانب المضيء ساعات بيكون لها جانب يعني مش حقيقي شويه. مبالغه ويعني نوع من الاستعطاف. لكن الحقيقه احنا ما عندناش الحادثه دي غير موجوده، لان احنا عندنا رعاه فعلا للمستشفى بيساعدوها وموجودين وعملوا فيها مجهودات كبيره. حقيقي احنا بندعو الناس كلها انها تساعد، وخصوصا يعني زي ما قلت لحضرتك رجال الاعمال الكبار، الهيئات الكبيره، البنوك، كل الان جي اوز، منظمات المجتمع المصري كله. شوف حضرتك يعني احنا كتير من دكاترتنا الصغيرين، نوابنا ومدرسين مساعدين كتير قوي بيخرجوا من جيبهم لصالح المريض الفقير. طيب يعني احنا بنتكلم في 1,000,000 طفل بيلجأوا لهذه المستشفى، ولجوء بمعنى لجوء حقيقي لانه مفيش مكان تاني، مفيش بديل تاني. العلاج هنا مجانا، الدولة بتدي 7,000,000 جنيه، تكلفة
العلاج والاحتياجات في هذه المستشفى 32 مليون جنيه. يعني بنتكلم على فرق ما شاء الله يعني 25 مليون جنيه دول مش هتلاقوا غير مني ومنك ومن كل واحد عاوز ينقذ اطفال البلد دي. انا مشكور جدا يا دكتور. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا جدا. بشكر حضرتك جدا على جهودك وعلى احنا شفناه النهارده وعلى حاله الرضا حتى اللي في عيون الناس وهم موجوعين. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. لسه كاملين رحلتنا في مستشفى ابو ريش، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده خلي بالك واحنا مش في مستشفى خاص، احنا في مستشفى حكومي، مستشفى جامعي بتبذل جهد كبير جدا كلنا عارفينه. لكن احنا جايين النهارده مش عاوز اقول جايين نساعد، احنا جايين بس على الاقل ندي كتف كده جنب الناس، نبقى واقفين كتف كتف في كتف جنبهم، ونوري لحضراتكم برضو انه على ارض البلد دي في ناس بتشتغل ولفت للنظر. ولو هقول لكم بعد شويه الناس بتستات هنا كتير قوي. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير. دكتور منى الغمراوي هي مدير وحده امراض الدم وزراعه النخاع، وهتكلمنا شويه عن الوحده دي، عددها عدد المرضى فيها قد ايه، ايه الخدمات اللي بتقدمها، وايه الامكانيات اللي ناقصه. احنا وحده امراض الدم وزرع النخاع هي وحده تخصصيه بتعالج الاطفال من انحاء مصر كلها المصابين بامراض دم غير سرطانيه، اهمهم فشل النخاع، سيوله الدم، تكسير الصفائح، انيميات التكسيريه بكل انواعها، اللي اهمهم طبعا عندنا في مصر انيميا البحر المتوسط لانها بتمثل عبء كبير جدا على كل اسره مصريه. واحنا عندنا في مصر معدل حاملي جين الوراثي لانيميا البحر المتوسط بيبلغ 10%، فهي تقريبا تكاد تكون مشكله قوميه في مصر. احنا الوحده بتاعتنا بتخدم كل المرضى دول، بتقدم لهم كل الخدمات من اول التشخيص للعلاج لصرف العلاج الدوري، لان العيانين دول بيحتاجوا علاج مزمن، ممسكات حديد عاليه التكلفه، ادويه مثبته للمناعه. طب خلينا نتكلم الناس بارقام، يعني حضرتك بيجي لك كم مريض او عندك في العياده كم مريض؟ اوكي. بس انا عارف ان الوحده دي بتتعامل مع الناس لحد ما عندها 20 18 سنه كمان. بالظبط. هو الحقيقه المرضى بتوعنا متمسكين الحمد لله بينا يعني لغايه ما بيكبروا. احنا متوسط المرضى اللي بنشوفهم في العياده شهريا 1500 مريض، بنشخص شهريا يعني ال 1500 دول بينقسموا الى نوعين من الحالات، حالات جديده لسه ما اتشخصتش، هو ده اللي بيبقى عيب علينا احنا لان بيتحول لنا زي ما انت حضرتك من جميع الاحداث. في حدود 600-700 حالة جات مشخصة، وفي الباقي حالات مزمنة بتتابع شهريا. زائد طبعا ان احنا بنقدم خدمة نقل الدم للمرضى دول، لان دول بيعتمدوا في حياتهم اعتماد اساسي على نقل الدم بصفة دورية كل 3-4 اسابيع. يعني لو عندك 1700 في الشهر فيهم 500 نقل دم شهريا، فيهم 500 نقل دم شهريا بيحتاجوا قد ايه، وانت عندك منه قد ايه؟ بيحتاجوا دم قد ايه؟ ما هو اللي احنا بنقول الاحتياج ده هو ال 500. احنا الحمد لله بنك الدم في القصر العيني طبعا بيعمل مجهود خرافي، وفي تطوير جامد جدا في بنك الدم انه يحاول يقدر يكفي العدد ده تماما. بس برضو زي ما نبقى عارفين ان الدم ده مش حاجه بتوصلنا، ده حاجه بتعتمد على التبرع. صحيح. فاحنا كل ما المجتمع يساندنا بحملات تبرع والناس تبقى عندها من الوعي الكافي اللي عارف يعني ايه تبرع بالدم، كل ما ده يحل لنا المشكله. طيب ايه الفرق في التكلفه؟ يعني المريض اللي بيجي يتعالج هنا بيتحمل تكلفه قد ايه، ولو اتعالج بره بيتحمل تكلفه قد ايه؟ يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك ان احنا الوحده بتتعامل في ادويه في حدود ال 3 مليون سنويا. 3 مليون ده سنة. ادويه بس تقريبا من نص ل 3-4 مليون دم ومشتقاته. ايه اللي ناقصك بقى يا دكتوره في الوحده دي؟ الادويه ده جزء اساسي من اللي احنا بنحتاجه من الناس في التبرعات، ده واحد. اتنين طبعا زي ما قلت لحضرتك الدم ومشتقاته احيانا ممكن يبقى فيه فصيله غير موجوده. الحاجات الثانيه طبعا جزء منها الـ يعني مش عايزه اقول التوعيه، ده جزء كبير قوي من الموضوع. ساعات بعض التجهيزات والاعمال الانشائيه بنحتاج دعم طبعا جدا من الناس عشان تقدر، لانه الكونسبت في المجتمع انه اللي للمريض هو بس الدواء والكانيولا بالظبط، انما رفع الانفراستراكشر او البنيه التحتيه لمؤسساتنا كلها طبعا ده بيساهم بطريقه او باخرى للمريض. يعني تمام، وصلت الرساله. هنكمل بقى كل رسائل الناس اللي شغاله في المستشفى عشان نعمل جدول في الاخر كده في اخر الحلقه دي بايه اللي احنا محتاجينه وايه اللي نقدر نقدمه لمستشفى بريش. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا جدا. لسه مكملين رحلتنا زي ما قلت لحضراتكم في مستشفى ابو الريش. احنا بنعمل اللي احنا بنعمله ده يا جماعه مره واثنين وثلاثه عشان بس التكرار، انه زي ما بنقول
كتف بكتف البلد دي هتتسند وتقوم. احنا قدام مستشفى جامعي، مستشفى حكومي، اعتقد ان هي محتاجة كل الدعم سواء من رجال الاعمال او من الافراد العاديين، لان دي المستشفى الوحيدة ربما تكون اكبر مستشفى بتعالج اطفال مصر بالمجان. وانا مش محتاج اكرر تاني فكرة احنا عندنا اطفال واهالي كتير جدا بيجي يغسلوا هنا كلى، وبيجي يدخلوا وحدات عناية مركزة ويزرعوا كلى مجانا وبدون مقابل، وبياخدوا خدمة محترمة جدا في مستشفى نظيفة محترمة جدا. كل اللي محتاجاه هذه المستشفى هي دعم حضراتكم، سواء كنتوا شركات، سواء كنتوا افراد، سواء كنتوا تلاميذ، سواء كنتوا بتشتغلوا في اي حاجة في الدنيا، اللي تعوزوا او اللي يعوزوا مستشفى ابو ريش يحرم على الجامع. اللي تعوزوا مستشفى ابو ريش يحرم على الجامع مرة واثنين وثلاثة واربعة، اللي في مليون طفل مصري سنويا بيدخل هنا ياخد العلاج مجانا. دلوقتي احنا عند المكان الصعب اللي هو وحده العنايه المركزه مكملين فيه، وهنتكلم بقى فيه مع مديره المستشفى الدكتوره رشا عن احتياجاتها. في وحدة العناية المركزية اللي موجودة في العناية المركزة اللي موجودة في مستشفى أبو ريش، ومعانا دكتورة نهى الأنور، هي مدرس مساعد في الوحدة هنا، تشرح لنا طبيعة العمل جوه الوحدة وإيه اللي إحنا محتاجينه أو الوحدة محتاجاه وناقصها، وأنا عارف إن هو كتير الحقيقة. مساء الخير دكتورة. مساء النور. نورانا. أهلا بيك. الأول بشكركم على المجهود اللي أنتوا بتعملوه. ثانياً عاوزين نعرف تكوين الوحدة عامل إزاي، فيها كام سرير، إيه اللي محتاجاه، إيه اللي ناقص. احنا الرعايه بتاعتنا متقسمه ثلاث اجزاء، في جزء منها كان معمول قبل كده بنسميها او معموله في قبل الجزء اللي احنا فيه دلوقتي. الرعايه القديمه دي في منها جزئين، كل جزء فيهم تقريبا اربع سراير، ممكن الكباسيتي بتاعته تمتد لغايه خمس سراير لكل واحد فيهم. الرعايه الجديده او اللي احنا فيها دلوقتي دي المفروض 11 سرير، منهم ثلاث سراير عزل. احنا التوتال كاباسيتي بتاعتنا ال 11 وال 8 هناك، احنا تقريبا 19 سرير، بس احنا الاكتوال وركينج باور ما بنشتغلش ب 19 سرير كلها، لجزء منها ضعف في الامكانيات وجزء منها اكبر جزء في التمريض، لان احنا برضه يعني لا يعني احنا محتاجين 19 سرير واكتر منهم. احنا طبعا محتاجين اكتر من كده، محتاجين اكتر من كده، بس ما بنشتغلش بيهم علشان السبلايز مش دايما بتكفي الاماكن كلها، الامكانيات كلها مش دايما بتكفي الاماكن كلها، دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا بنحتاج تمريض، وتمريض بيحتاج يدفع له فيز او بيجي من مكان او كده، فبرضه احنا لان احنا عشان بنهتم بالكواليتي، في اماكن كتير ممكن تشتغل بعدد تمريض قليل على عدد سرير كتير، الكواليتي مش هتطلع كويسه. احنا هنا عندنا مثبتين الى حد ما النسبه، بيبقى تمريض لكل سرير او سريرين، فاحنا علشان مهتمين بان التمريض يكون واحد للسرير او للسريرين اللي احنا عاده بنعملها ديت، فاحنا اللي شغالين بيه فعليا دلوقتي 16 سرير من 19. لكن احنا محتاجين اكتر من كده سراير اكيد، لكن ما بنشتغلش حتى باللي عندنا علشان ما فيش امكانيات. ايه بقى الامكانيات اللي احنا محتاجينها غير المان باور، غير جزء التمريض والسبلايز بتاعتها؟ في حاجات بتبقى محتاجينها في الاطفال نفسها ومش بنلاقيها دايما متوفره، وحتى ساعات بنحتاج نجمعها من دونيشنز وكده، زي في مثلا اطفال بيجوا لنا محتاجين نعمل لهم فصل بلازما، كل واحد فيهم بيحتاج على الاقل خمس جلسات بخمس فلاتر، دي برده مش دايما متوفره. في اطفال تانيين بيحتاجوا علاجات بأمبولات، يعني ممكن الأمبول فيهم يقف لغايه 3500 او اكتر، دي برده ما تبقاش دايما متوفره، وساعات بنحتاج نجمعها مننا. يعني تمام، يعني احنا بنتكلم على ادويه، بنتكلم على على فلاتر، بنتكلم على تمريض، بنتكلم على امكانيات ثانيه. احنا عندنا يا جماعه وحده عنايه مركزه للاطفال مصر في مستشفى أبو ريش، لكن ما بتشتغلش بالباور بتاعتها او بالقوه بتاعتها الكامله، لمجرد ان احنا مش لاقيين فلوس ومش لاقيين امكانيات تخليها تشتغل، لكن احنا عندنا ما شاء الله العقول اللي بتشغلها والايدين اللي بتشغلها. انا متشكر جدا دكتور نهى. شكرا.